السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم راح نكمل نهاية العقد اللي اتفقنا عليها إن شاء الله. اتفقنا عليها إن شاء الله. طفي لي هذا الضوء اللي ورانا إن شاء الله. فآخر عقدة هي عقدة التوصيل، وعقدة التوصيل هو أن نوصل حبل بحبل نفس الثخن. وهذا ممكن انه احنا حتى حمودي يطلع بالصورة. طيب راح نبدي، شوف من الاسفل، نبدي من الاسفل. هذا رأس الحبل الاول، راح نخليه بهذا الشكل، وهذا يبدي من الاسفل ثم يفرفر كاملة ويدخل من الاعلى، يدخل من أعلى الدائرة العليا بهذا الشكل. بهذا الشكل هي عقدة التوصيل. نعيدها. هو أنه إحنا عدنا بهذا الشكل، راح نخلي نهاية الحبل ويصير هذا من الأسفل، ثم راح يميل فرة كاملة، راح يفتر فرة كاملة. لاحظ من الأسفل أسفل وراح يفر فرة كاملة، ثم من الأعلى، ثم من الأعلى بهذا الشكل. فراح تكون عندنا كملنا التوصيلية. عندنا بالنسبة للثانية هي السلسلة، والسلسلة بهذا الشكل. راح نبدي أول وحدة نسوي الدائرة الأولى. من فوق الدائرة راح نبدي نسحب الحبل لتكوين دائرة أخرى، ونبدي نسحب الحبل لتكوين دائرة أخرى، ونسحب الحبل لتكوين دائرة أخرى، ونسحب الحبل، وهكذا. هذا نسميها احنا بالسلسلة. وهذا السلسلة ممكن نستخدمها للتزيين. هذه هي السلسلة، ممكن نستخدمها احنا الى التزيين. الى التزيين عندنا حبك الحبل، وحبك الحبل عندنا راح ناخذها بأنواع. الحبك الأول طبعا احنا لو عدنا، خلينا نفرض وتدين ونريد نسويها، راح نسويها الان بطريقتين. الطريقة الاولى هو انه كما تعودنا راح نبدي، امسك لي حمودي، قرب بهذا الشكل، امسك لي هيجي. راح نبدي نضع الحبل بهذا الشكل، سوي بهذا الشكل الحبل عليهن، ثم راح نبدي باللف. نبدي باللف بهذا الشكل، ونحن صاعدين إلى الأعلى، إلى الأعلى، إلى ما ينتهي الحبل. راح يدخل بالحلقة، يدخل بالحلقة هاي، وراح نسحب الحبل من الأسفل، ونسحب الحبل من الأسفل. هذا راح نسوينا عندنا شنو؟ الحبك الحبل. هذا حبك الحبل. راح نعيد حبك الحبل من جديد. طبعا هذا حتى يقوينا، اذا كانت مكسورة الحبل الخشبة، اذا كانت مكسورة ممكن نسويها حبك حبل، او نريد نوصل عصا في عصا. هاي الاسلوب الاول. هذا الاسلوب الاول. الاسلوب الاول راح نعيده، راح نعيده. عندنا خلينا نفرض عصا في عصا نريد نوصلها. راح نبدي بإعداد دائرة راح يصير فوقاهن بهذا الشكل، وراح نبدي بفرد، راح نبدي بالفرد إلى ما نصعد إلى نهاية النهاية. راح ندخل من الحلقة، هاي الحلقة راح يدخل بهذا الشكل، ونسحب من الأسفل، راح نسحب من الأسفل، وراح نكون احنا كملنا اللي هي راح نكون حبك الحبل. هذا الأولى. الطريقة الثانية فممكن احنا نستخدمها كالآتي. هو انه نبدي عقدة بسيطة. امسك لي حمودي حتى تشوفون حمودي. ايه امسك لي،
هذا راح نبدي بعقدة بسيطة وراح نقلب الخشبة ونعد عقدة بسيطة كذلك، ثم نقلب الخشبة ونعد عقدة بسيطة ونقلب ونعد عقدة بسيطة أخرى، وهكذا إلى نهاية الحبل. وهكذا إلى نهاية الحبل، فراح يكون عندنا بهذا الشكل، وراح تشوف قوية كلش. هذا حتى نحافظ، قد يكون الخشبة مكسورة أو نريد نوصل وتد بوتد أو نوصل وتد بوتد. راح نجي إلى الربطات. هذا فيما يخص يعني الحبال، أدنى العقد هي أكثر من 63 عقدة، أكثر من 63 عقدة، ولكن الأكثر الشيوعاً في العمل اللي أخذنا لكم إياهن كلهن. راح نجي إلى الربطات. الآن خلصنا عقد المهمة جداً، راح نبدي بالربطات. والربطات يا أخوان عندنا أكثر استخداماً هي الوتدية، والوتدية هي أكثر استخدام للكل. الوتدية ممكن نسويها بطريقتين. الطريقة الأولى إذا كان عندنا فسحة من الوقت، يعني أو ما كان أكو مثلا تقاطع، فممكن نسويهن، وإذا كان أكو تقاطع لا، يصير في غير شكل. طيب الآن لو عندنا تقاطع ونريد نخليها هنا، صار عندي صعب، فممكن أسويها شنو؟ إذا ما عندي تقاطع راح أخليها بها. أمسك حمودي، راح نسوي إحنا دائرة من الأسفل ودائرة من الأسفل، ويصير الدائرة جوا إلى فوق، وراح نخليها وين؟ نخليها بهذا الشكل. نعيدها، دائرة بهذا الشكل، الدائرة الثانية بهذا الشكل، الدائرة الثانية تصير على الأولى، ونخلي الوتد، وأصبحت الآن هاي الوتدية، هاي هي الوتدية. هذا إذا كان ماكو تقاطع فوق. إذا كان أكو تقاطع فوق فممكن نستخدمه بالتالي. لاحظ عندنا طرفين، طرف كبير وطرف صغير. الطرف الصغير يكون من أسفل الطرف الكبير، وراح يفر باتجاه معاكس لعقرب الساعة، ويدخل من الحلقة العليا، يدخل من الحلقة العليا بهذا الشكل. هاي هي الوتدية. نعيدها الوتدية. عندنا طرفين، طرف طويل وطرف قصير، فالطرف القصير راح يفتر من الأسفل الطرف الطويل من أسفله، ثم راح يفر باتجاه معاكس لعقرب الساعة، وبعدين يدخل من الحلقة العليا بهذا الشكل. طيب هذا فيما يخص احنا الوتدية. اهلا قائد رشيد، وشكرا لقائد دنيا السومة اللي منور حمودي، وحياكم الله. راح نجي إلى المربعة، والمربعة هي بهم راح نسويكم إياها بطريقتين. الطريقة الأولى للمربعة، وهو أنه حقيقة يعني إحنا بهذا الشكل راح نبدي بالوتدية على أول واحد راح نبدي بالوتدية، ومثل ما أخذناها هسه بهذا الشكل. هاي هي الوتدية، وراح نبدي لاحظ بالوتدية، بدينا الوتدية، بعدين راح يصير هذا من الأعلى وينزل إلى الأسفل. نعيد، من الأعلى راح يصير إلى الأسفل، وراح يصير من أسفل، لاحظ
من الأسفل ويرجع كما كان من الأعلى وهكذا ومن الأسفل وهكذا. راح نعيدها بحبل آخر حتى يكون واضح أكثر. أول ما نبدي بالوتدية مثل ما تعلمنا حيكون الشكل مثل ما تعلمنا حتى تكون سند ومسند. الآن راح نبدي لاحظ من الأعلى إلى الأسفل ثم من الأسفل إلى الأعلى وهكذا، وحتى نقوى حتى نقوي راح نبدي بين الوتدين ونسحب للأسفل بين الوتدين ونسحب للأسفل حتى تكون قوية، وننهي بوتدية. طيب هذا وحدة. احنا راح نبدي النوب طريقة أخرى، وهاي الطريقة طبعا لأول مرة قد يكون استخدامها ما مستخدمة سابقا، وتكون أقوى وأرتب، أقوى وأرتب. لاحظ راح نبدي بهذا الشكل. امسك لي حمودي، امسك لي هي. راح نبدي الآن بهذا الشكل. لاحظ طريقة، طيني عنك، عنك شوية حمودي. راح نبدي لاحظ بهذا الشكل، بهذا الشكل، وراح نبدي نفر نفس الحالة مثل ما فرينا، بس كانت شنو؟ كانت العملية الأولى منا، يعني ما سوينا العقدة الوتدية، ما سوينا العفو الربطة الوتدية بهذا الشكل، وبدينا نسحب إلى الأسفل نفس الحالة. هنا لاحظ أصبح الآن تقاطع، ونربط بهذا الشكل على هذا الوتد بهذا الشكل، وراح نبدي نقفل بين الاثنين، نقفل بين الوتدين بهذا الشكل. أصبح عندنا الآن تقاطع، لاحظ الآن أصبح عندنا تقاطع، وهذا طبعا يعني بشكل أجمل وأرتب، بشكل أجمل وأرتب من الحالة الأولى، من الحالة الأولى. طيب تحل. نجي الآن على السلمية، والسلمية عندنا في طريقة الأولى، لاحظ هو أنه نبدي بهذا الشكل، بهذا الشكل، ثم نسحب من الأعلى مثل السلسلة ونخلي الوتد لفوق. هذا الطريقة الأولى. الطريقة الأولى عندنا خط واحد، عندنا خط واحد فقط بهذا الشكل. الطريقة الثانية راح تختلف عندنا. نجي على الثانية، وهو شوف عملنا دائرة، هذا عملنا الدائرة وبدينا من فوق سحبنا، أصبح الآن سلم ثاني، عصا الثانية لاحظ بهذا الشكل ومنا بهذا الشكل. هذا الطريقة الأولى، ونستمر. الطريقة الثانية راح تكون كالآتي، وهي طبعا لأول مرة قد يكون عملها. لاحظ فرينا ثلاث فرات، صار عندنا واحد واثنين ثلاثة. الأسفل سكلي حمودي، الأسفل راح يكون في الوسط، الأسفل الحبل راح يكون في الوسط، والأخير راح يصعد
إلى الأعلى بهذا الشكل، ونكون قد حققنا الآن شوف خطين، صار عندنا خطين، كان خط واحد الآن خطين، فراح يكون أقوى بعد، هذا راح يكون أقوى من الخط الأول. نعيد، نعيد هاي عيده، راح نفتر 3 فرات، الحبل الأخير يكون في الوسط بين الحبلين، الحبل الأخير يكون بين الحبلين بالوسط، هذا أول خطوة. الحبل الأخير راح يصعد إلى الأعلى، الحبل الأخير شوف راح يصعد إلى الأعلى بهذا الشكل، ويكون قد حققنا خطين راح يكون أقوى من الأول. يعني الأمور اللي اتفقنا عليها أنه إحنا بالربطات أخذنا وتدية وأخذنا مربعة وأخذنا السلمية، هاي أكثر الأمور اللي هي مستخدمة بهن. نجي على الدورات، الدورات عندنا المعينية تبدأ المعينية بالحطاب، تبدأ بالحطاب، وهاي طبعا عندنا الفرق بين المعينية والمقصية أنه أكو تكون حركة أكبر وأسرع، هذا نريد إحنا نعمل بهالشكل. راح شو نسوي؟ مسكلي أول خطوة راح نسوي الوتدي، راح نسوي الحطاب، الحطاب مثل ما أخذناها بهذا الشكل، وراح نخلي على الاثنين بهذا الشكل، هذا الحطاب، وراح نبدي للأسفل، وراح نبدي للأسفل، ثم نقاطع بين الاثنين، بين الوتدين حتى يقوى، وننهي بالوتدية، لاحظ، وننهي بالوتدية، بدينا بالحطاب، هذا شنو للمعينية، تبدأ بالحطاب. أما المقصية فتبدأ بالوتدية، المقصية تبدأ بالوتدية، وهذا راح نبدي بالوتدية، لاحظ، والوتدية احنا اخذناها قبل شوي، راح نبدي بهذا الشكل، ونبدي كذلك بالفر إلى الأسفل، إلى الأسفل، ثم راح نقاطع بينهم، فراح نحصل على هاي، طبعا نستخدمها في أعمال الريادة داخل المخيمات الكشفية. عندنا 3 أعمدة، وهاي طبعا أكثر استخدام هي 3 أعمدة في الأبراج في المناشر، فممكن نستخدمها. عندنا 3، الأولية هو أنه نعمل وتدية على وتد الأول، على الوتد الأول مثل ما أخذنا راح نعمل الوتدية، هاي الوتدية اللي أخذناها أول وحدة. طيب البقية عندنا راح الأول يكون بهالشكل، الثاني راح يكون عندنا زجزاج، راح نعمل زجزاج بينهم، وبهالشكل نعيد نكرر، لاحظ هاي الطريقة الأولى، وبعدين راح نقاطع بيناتهن، راح نقاطع بيناتهن، ونقاطع بين الثاني بينهن، فالآن عندنا صار، لاحظ
بمن؟ بعمل الأبراج وعمل كل أعمال الريادة داخل المخيم. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية راح ناخذ أنه ثلاثتهن نسوي لهن مرة واحدة سويها بالوتدية. الوتدية ثلاثتهن مرة واحدة، والوتدية مثل ما تعلمنا قبل شوية، لاحظ الآن الوتدية بدينا بيها ثلاثتهن، ثم نبدي نسحب إلى الأسفل، وبعدين راح نقاطع بيناتهن حتى نقوي أكثر بهذا الشكل، راح يصير عندنا أقوى وأرتب. ظل عندنا آخر شيء هي الصداقة، والصداقة هاي طبعا هي كيف نشد العقدة خاصة للأشبال، وخاصة للأشبال لأنه الشبل تعرف يتحرك أكثر، فحتى ما توقع منه الجوزة فيكون شنو نعمل له. هاي هي كالآتي، لاحظ عندنا طرف اليمين على اليسار ثم يخرج للخارج. نعيد، لاحظ اليمين على اليسار يخرج للخارج. هذا الأول. الثاني راح أشوف الأصبع يكون للأسفل، الأصبع للأسفل ثم يأتي إلى الداخل. لاحظ راح يأتي إلى الداخل من الداخل ويكون للخارج بهذا الشكل. الأولي راح يدخل من هاي، من هذا الأصبع، من هذا الأصبع بهذا الشكل، ونكون قد حققنا الصداقة. نعيدها. عندنا طرفين، الطرف الأول اللي على اليمين راح يكون بهذا الشكل وإلى الخارج، الطرف الثاني راح يكون بهذا الشكل، لاحظ الأصبع، ويكون بهذا الشكل ثم يصعد من الداخل إلى الخارج. ثم راح يكون عندنا، لاحظ الأولي يدخل بين الأصبع بهذا الشكل إلى الخارج، ونكون قد حققنا الصداقة، قد حققنا اللي هي ما نقول عنها بالصداقة. شكرا لكم، وإن شاء الله يوم الأحد راح نطلب منكم المسابقة بإذن الله. نتمنى إن شاء الله أن أوفينا بما طلبتموه، وإن شاء الله يوم الأحد راح نرد على كل أسئلتكم واستفساركم. وأهلا بكم، وحمودي يحييكم، حمودي أصغر شبل يحييكم. والآن إذا أكو سؤال أو استفسار إحنا حاضرين. شكرا إلى الأخ علي الركابي، وشكرا إلى القائد عز، وشكرا قائد عزيز، بارك الله بكم. وإن شاء الله إحنا جادين في منبركم حتوتة الكشفية، أنه إن شاء الله نعدي على كل شيء جديد، وحياكم الله. وإذا أكو سؤال واستفسار قبل ما ننهي الحلقة، في أحد الأشخاص، ها عفوا، الحبل بالسلمية حتى أن بالحبل، لو ما عندنا خشب راح يكون نبدي بطرفين، طرف الأول طرف الثاني. لاحظ هذا الحبل راح نخليه بهذا الشكل، وراح يكون عندنا خطين. الخط الأول راح نسويه على شكل زجزاج بهذا الشكل، الخط الأول راح يكون بهذا الشكل.
لاحظ بهذا الشكل، لاحظ نعيد بهذا الشكل. الخط الثاني راح يبدي يدخل منه، الخط الثاني راح يبدي يدخل منه بهذا الشكل، وندخل منه راح نبدي نفر، راح يبدي بالفر على الحبلين، على الحبلين بهذا الشكل إلى ما نصل إلى نهاية الحبل. عافية حمودي، حمودي يقول لكم إلى نهاية الحبل. فراح عندنا شو نسوي في هاي الفقرة، هاي الحلقة، راح ندخل الحبل، راح يدخل الحبل بهاي الحلقة، ثم راح نبدي نسحب الحبل، راح نبدي نسحب الحبل من الطرف الأول بهذا الشكل، ونكون قد حققنا سلم ممكن ندوس عليه بهذا الشكل. فراح نستمر بالسلم هذا طبعا. وطلب من عندنا احد المتابعين انه نسوي لنا، رايدين نسوي مكرمه. طيب، وهذا احنا نسميه فن التخريز، فهديه لكم بهذا الشكل. لاحظ ممكن نعمل بهذا الشكل، بهذا الشكل، إلى ما نصل إلى نهاية الحبل ويدخل هذا من الأمام طبعا. نكون من إلى هذا ممكن يتعلق للجميع طبعا. نقدر بمجموعة حبال هم كذلك.